قال المصنف الحمد لله. فهنا ثناء الله عز وجل بالحمد. وطبعا كما هو معلوم أن البداية بالحمد والثناء على الله عز وجل هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان من هدي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أو حين يخطب في الناس أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل وحمده وذكر محامده. وكان ابن القيم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخطب خطبة إلا أن يفتتحها بحمده لله سبحانه وتعالى. وهنا حديث مشهور يعني بين الناس، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع أو هو أبتر. فهي طبعا رواية ضعيفة كما ضعف أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ الألباني وغيره. معنى الحمد لله التي ذكرها المصنف والتي هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعترف لله عز وجل بكل صفات الحمد، فهو سبحانه وتعالى محمود بصفات الكمال مع محبته وعظمته. وهنا فرق بين المدح والحمد، بمعنى